طيب تعالى نعيد تاني يلا بينا ونقول النهارده هنحل الكوتيشنز. الكوتيشنز دي هي جمل اتقالت في الستوري. Father will mend it. He can mend anything. مين اللي قالها؟ بيتر تو يبقى هنا هو برافو عليك بيتر تو فيليس اند روبرتا. يبقى بيتر قالها لمين؟ لاخواته فيليس وروبرتا. طيب what did the speaker want father to mend؟ هو كان عايز بابا يصلح له ايه؟ مش احنا اتفقنا قلنا ان بابا جاب له يبقى هنا هون كان عايز يصلح مين؟ التوي انجن. احنا قلنا ايه التوي انجن دي؟ اللي هو القطر اللعبه اللي بابا كان جايبه له وقعد يلعب بيه لمده 3 ايام لدرجه ان هو اتكسر. طيب بابا اداله ميعاد ولا قال له هصلحه لك دلوقتي يا مهند؟ قال له يوم السبت بعد الظهر. ليه؟ عشان ده كان هيبقى يا حنين ايه؟ اجازه. اون ساتردي ايه؟ afternoon. طب رجع بعد كده ايه السؤال التاني. Girls are just as clever as boys. يعني البنات زي مين؟ شطار زي الولاد. Would you like to be an engine driver Phileas؟ انت عايز تكوني سواقة قطر يا Phileas؟ هنا احنا قلنا لما ولا القاطرة البابا كان في حوار ما بينه وما بين بابا وكان اخواته قاعدين. فالاب قال لهم ايه؟ قال له انا هصلح لك يوم السبت بعد الظهر. كلكم ممكن تساعدوني واحنا بنصلحها، ركزي تمام. فراح بيتر قال له ايه ده، هي البنات تعرف تصلح قطرات؟ فراح قال له الجمله دي، قال له ان الجيرلز ار جاست كليفر از بويز. يا حبيبي البنات زي الولاد ما فيهمش اي مشكله، الاثنين شطار. فرجع بقى بابا تحس عايز يغيظه كده، فراح مسال فيليس، يا فيليس وود يو لايك تو بي ان انجن درايفر؟ انت عايزه تكوني سواقه قطر. يبقى مين اللي قال الجمله دي بالظبط؟ فازر لمين؟ قال الكلمات دي للتشيلدرن. سي ذيز ووردز تو ذا تشيلدرن. طيب وات كان جيرلز دو از بويز؟ ايه اللي الولاد او البنات يقدروا يعملوه زي الولاد؟ يقدروا يصلحوا مين؟ انا مش سامع، يقدروا يصلحوا مين؟ يبقى هنا اهو مند انجنز. مش هم كانوا بيتكلموا عن القاطره القطر اللعبه ده اللي هو اتكسر والاب كان بيصلحه او عايز يصلحه وقال لي الولاد صلحوه او الاطفال صلحوه معايا. Why did they say that؟ ليه بقى هو قال كده؟ ليه قال الجملة دي؟ لأن بيتر قال له third girls can't help، لأن بيتر اعتقد إن البنات ما يقدروش يصلحوا قاطرات، فعشان كده قال له إيه؟ إن البنات إيه؟ شطار زي مين؟ الولاد. حد قاعد مش فاهم يا شباب؟ أعيد تاني حاجة؟ طيب إحنا طبعًا بنعيد شرح القصة تاني علشان لو حد كان جاي متأخر أو ما حضرش معانا. Father has gone away on business. طيب الجملة ده هي اتقالت في موقف تاني، ركز معايا. بعد الحياة السعيدة ده هي احنا قلنا ان في رجلين خبطوا على الباب وفجأة دخلوا. بعد كده دخلوا في اوضة هنا قعدوا مع الأب شوية. صوتهم كان عالي قوي يا حنين، كان عالي جدا، لدرجة ان الأم عشان تشوشر على الولاد ما يسمعوش الكلام اللي الناس بيقولوه، قعدت تحكي لهم حكاية الأميرة اللي هي بعيون خضراء. تمام؟ اوكي، طيب، بعد ما الأطفال دول اتحجلوا من القصة، فجأة في راجل طلع كده وقال لها يا مدام لو سمحتي استاذنك احنا عايزين دقيقتين جوه معانا. فراحت بعد كده بعد شوية لقوا الباب ده الرئيسي بيتفتح واتقفل تاني ولقوا ان الأصوات سكتت. طب بعد شوية لقوا الأم جاية وهي عمالة تعيط ووشها أبيض كده وشاحب. طب الأب هتقول بقى الجملة دي، هتقول لهم إن father has gone away on business. هم سألوها هم هو بابا فين طيب وكده؟ قالت لهم ان باباكو راح في مهمه عمل، راح ماموريه شغل. هم طبعا الناس دي كانوا جايين يقبضوا على باباهم، دول بوليس، بس طبعا هي مش هتقول لهم كده، تمام؟ هو سيد ذيز ووردز، مين اللي قال الجمله دي بقى؟ مين؟ منال تقول لنا، مين اللي قالتها؟ قالتها لمين؟ عاش، يبقى هنا هو ماذر سيد ذيز ووردز تو تشيلدرن. What did Peter and Phineas do after that؟ طبعا بعد ما قالت لهم كده، فقالت لهم احنا عايزين ننام يا ولاد. فطبعا روبرتا هتقول لها بط دي معناها ولكن، يعني مش مفعى الكلام ده، انا عايز اسهر شويه. فقالت لها باباكي مشي في ماموريه الشغل واحنا بقينا قاعدين لوحدينا، اتفضلوا اطلعوا ناموا. ففيليس وبيتر هيطلعوا ابستيرز تو سليب، يعني هيطلعوا تاني دور عشان ايه؟ يناموا. طيب هنا بيقول لك بيتر وروبرتا وفيليس عملوا ايه؟ بص كده زي وينت ابستيرز تو بيد، يعني طلعوا تاني دور عشان ايه؟ يناموا. طيب where did mother go in the morning؟ طيب احنا اتفقنا قلنا احنا عاملين نحكي القصه اهو تاني عن طريق خلال الاسئله. تاني يوم الاطفال طلعوا الصبح كده او قعدوا الصبح كده على السفره يا مهند. ايه ده؟ فيليس موجوده؟
بيتر موجود، روبرتا موجوده، اذا ما الفيلم ماما. فطبعا احنا قلنا روس دي الخادمه بتاعتهم، هما كان عندهم ثلاث خادمات، روس دي كان خادمه، فقالت لهم مامتكم تاني يوم الاب مشي، او يعني تاني اول يعني اول ما الاب مشي تاني يوم على طول الام ما كانش موجوده. قالت لهم ايه؟ قالت لهم مامتكم راحت لندن. يبقى هنا بيقول لي وير ديد ماذر جو ان ذا مورنينج، راحت فين؟ راحت لندن. طب تفتكر راحت لندن ليه؟ مش الاب اتقبض عليه؟ هو اكيد بقى راحت توكله محامي، تشوف مثلا ايه تطلعه براءة ازاي الكلام ده كله. طيب بعد كده it's something to do with the government. Is it something to do with the government؟ احنا اتفقنا قلنا لما الام بدأت ترجع تمام، قالت لهم ايه؟ قالت لهم انا عندي اخبار مهببة ليكم. تمام؟ فايه الاخبار؟ قالت لهم انا مش هكون موجودة معاكم الايام اللي جاية ولا باباكم. طيب فروبرتا هتقول لها ايه؟ هل في مأمورية مع الحكومة؟ Is it something to do with the government؟ هل في شيء هو بيعمله مع الجوفرنمنت؟ مين اللي قال الجمل دي؟ Who says these words to whom؟ قالتها روبرتا لمين؟ لمين؟ للمناظر. معايا؟ مركزة؟ طيب بعد كده بيقول لي where did father work؟ هو الأب ده كان شغال فين؟ احنا قلنا كان شغال في government office، في مكتب حكومة، يعني الراجل ده موظف حكومة، ممكن يكون شغال في المجلس، في المجلس المحلي، الناس اللي هم موظفين الحكومة ده. حد قاعد مش فاهم؟ أكيد. طيب تعال نكمل، ركز معايا. How long will father be away؟ هنا روبرتا هتقول لي مامتها إيه؟ طيب هو بابايا هيرجع امتى؟ فهي هتقول له ايه؟ هتقول لها he will be away for a long time، يعني هو هيرجع بعد مده طويله. ما اديتهاش مده، ما قالتلهاش بعد شهر بعد شهرين، قالت لها رجع بعد ايه؟ بعد مده طويله. حد قاعد مش فاهم يا شباب؟ طيب I don't know but I have found a pretty house called three chimneys you'll love it. احنا اتفقنا قلنا ان الام قعدت عملت حوارين مع الولاد تمام، او عملت تقريبا ثلاث حوارات، خليهم ثلاث حوارات. اول حوار لما الناس كانت بتتكلم جوه مع باباهم، قعدت تحكي لهم حكايه الاميره، وبعد ما الناس خدوا باباهم مشيوا وخلاص، فالام قعدت تقول لهم ايه؟ يلا عشان تناموا يا اولاد، وباباكم راح في مأمورية. اتفقنا؟ تاني يوم بدا ايه اللي يحصل؟ بدا يا دكتوره منال تاني يوم الام مش موجوده، فرص الخادمه بتقول يا مهند، بتقول لهم مامتكم راحت لندن. قعدت كده لحد ما الام رجعت. ايه ده؟ الصبح عدى، الفطار عدى، رص عملت لهم الفطار. طب الغدا زي دلوقتي؟ الام مش موجوده، اتغدوا. طب التي تايم؟ التي تايم ده وقت الشاي، الاجانب بيشربوا الساعه 5 6 كده، برضو الام مش موجوده. فين الام؟ رجعت الساعه 7 at 7 o'clock، وكانت فيري تايرد جدا، متعبه جدا. فهتبدا تعمل معاهم الحوار الثاني. الحوار الثاني ده هو او اللقاء الثاني كان لقاء متغطي شويه، يعني معلومات مبهمه. ازاي يعني؟ قالت لهم الايام اللي جايه انا مش هكون معاكم كتير، وباباكم مش موجود كتير، فنساعد بعض ونخلينا قلبنا على قلب بعض. يبقى مين اللي قال كده؟ الام. قالت مين؟ للاطفال. اخر حوار بقى بعد اسابيع طويله الام كل يوم مش موجوده، مش موجوده كل يوم، يقعدوا حيحانين كده مش موجود، لحد ما جت في كده بعد كام اسبوع كده الام جت بيفطروا الصبح كده، ليه الام قاعده في مكاني كده؟ ايه ده؟ وكان وشها شاحب جدا ويبدو عليها علامات التعب. معايا يا صديقي؟ طيب بعد كده فبتقول لهم انا عندي اخبار سيئه ليكم تاني. بس في الوقت ده هتقول لهم بقى، هتقول لهم احنا لقينا بيت في لندن، في خارج لندن في القريه، احنا نروح نعيش في الريف. ليه؟ مش الاب اتقبض عليه والناس عرفت والجيران عرفت؟ في عشان نفسيه الولاد، عشان نفسيه الولاد ما يتعبوش ان هم بقى الجيران عارفين ان باباهم كده، ممكن حد في المدرسه يقول للولاد او الكلام ده او الجيران، فطبعا نفسيتهم هتتعب. فهي بدات تاخدهم فين؟ في الريف بعيد تمام، وفي نفس الوقت عشان توفر فلوس. ليه؟ لان المعيشه في لندن غاليه، لكن في الريف المعيشه بسيطه واي حاجه ممكن ياكلوها تمام. فهي قالت لهم الجمله دي، ركزي احنا عمالين نشرح القصه اهو من خلال الاسئله. I don't know but I have found a pretty house. انا مش عارفه احنا ايه، احنا مش عارفه احنا نقعد هناك قد ايه، بس انا لقيت pretty house، منزل جميل هناك. كولد ستريت شيمنز. يبقى هنا هنا وانا جيت قلت لك ان العنوان او التايتل بتاع اول شابتر اللي هو ستريت شيمنز
الثري تشيمنيز لو انا بصيت على معناها في القاموس هيجي معناها اللي هو ايه ثلاث مداخن. طب ايه الثلاث مداخن دول؟ الهاوس ده هو كان ليه ثلاث مداخن. طب انت عارفه ايه المداخن دي؟ مش انت بتشوفي الكبابجي عنده مدخنه كده فوق كده بتطلع البخار؟ اه. زمان الناس زمان ما كانش عندهم كهرباء، فكانوا بيعملوا ايه؟ بيولعوا في الفحم عشان يتدفي البيت. طب الفحم ده مش هيعمل بخار؟ والبخار ده مش ممكن يخش البيت كده ويكتم النفس كده؟ فكانوا بيعملوا له مداخن عشان يطلع البخار ده فين؟ في الهواء فوق. فالبيت ده هو ليه ثلاث مداخن. اوكي؟ طيب مين بقى اللي قال الجمله دي؟ الام قالتها لبيتر. يبقى تاني لما قالت لهم احنا لينا بيت او انا لقيت لكم بيت في لندن في القريه اسمه ثري تشيمنيز، فبيقول لها هو بابا هيقعد فتره طويله او احنا هنقعد هناك فتره طويله يعني يا ماما لحد بابا يرجع. فقالت له اي دونت نو، انا مش عارفه بس البيت حلو هيعجبكم. مين اللي قال الجمله دي؟ قالتها الام. طيب قالتها لمين؟ لبيتر. Where did mother say the children were going to move to and live؟ يعني قالت لهم احنا هنروح فين وهنعيش فين؟ قول. يبقى هنا هو هيعيشوا في الكانتري. مين الكانتري دي؟ الريف. طيب في بيت اسمه ايه؟ عاش. What did the family do for the rest of the